قلتي ايه يا مريم؟ على ايه يا بابا؟ على جوازك من وجدي. انا يا بنتي عيان وعايزه اطمئن على مستقبلك. انت ليه مش عايزه تتجوزي وجدي؟ انا بصراحه مش لاقي فيه اي عيب. مش عارفه يا بابا، مش حاسه بيه. جايز دمه تقيل. وجدي دمه تقيل؟ امال مين بقى اللي دمه خفيف؟ ده احساسي يا عمتي. احساسك ده ايه؟ بطلي بقى امور الدلع. نفسي مره تعرفي تاخدي قرار في حياتك. بنتك طول عمرها ما تعرفش مصلحتها يا توفيق. No, merci.
قلبي قفله. اوه اوه راندبو ترابات ترابات ترتو. ما تحبينيش بالشكل ده زهقتني يا ناهو. ده الحب اسهل من كده على اي حد عقدو. ايه بختشي بقى لا افعل ما اقولك. في المعمورة رسم لي الصورة وعامل نفسه لاعب كورة. في الشط بيه وقالوا لي حاسبي. لا 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 استنى يا صاحبي. لبس زمة واقف على القمة غاوي خدني وانا اقول يما. في المزاريطة في وسط الزيطة جابوا البوكس وقوم اخدوه. ايوه اوه اوه راندبو وانت تغني ظلموه. اوه اوه راندبو مفتاح القلب رموه. ما تحبنيش بالشكل ده زهقتني انا ياهو. ده الحب اسهل من كده على اي حد عقدو. راندبو ايه القرف ده يا سهر؟ معقولة تسيب السيرك وتشتغلي في كباريه زي ده؟ اللي بنكسبوه من المخروب ده الطاق ثلاثة من اللي كنا بنكسبوه من المدعو السيرك. انتي مش هتبطلي كلامك الغريب ده يا سهر؟ يا اختي قولي لي اشتريتي العجلة دي امتى؟ دي هدية بابا ليا لما خدت الليسانس. يا وعدي على الأسانس يا وعدي على الأسانس. عارفة لو كان عندي أب زي أبوكي ما كنتش اتلطمت ولا اتمرمطت المرمطة دي. ده حتى أبويا ما لحقناش نشوفوه. ايه بس اللي خلاكي تعذري يا سهر؟ يا اختي انتوا سكريتوا الداية وشق عجل المزاجي ومش عارفه اللي يخشوا مزاجي نمسكوا فيه. طب لسه كتير؟ انا نفسي اتقطع. جمدي قلبك كده امال يجي ثلاث اربع ادوار. وبعدين الشقه هتعجبوكي قوي. تقوليش سرايا. تعالي يا قمر تعالي. يا اهلا يا مرحبا اتفضلي بيتك ومطرحك. اتفضلي اطلع. يا مراح يا خبر اللي انت عاملاه في بيتك ده يا سهر. مش عاجبك الشقه؟ يضايقك يعني لو اروح انزل في اوتيل؟ ايوه بنتي مفتوح وتنزلي في اوتيل ازاي يعني؟ ولا يهم هنقلبوها عليها وبطيها ونخلوها لك زي الفل. هنشيل الضوافر ونخلي البيت زي القشطه. ولا تزعلي روحي. يعني كل واحد من اللي بيغني ده لهمت ولا بيصرخ ده بلع له يجي 10 قال كده اهو. طب خلاص اتفضلي بقى حطي الميوزك اللي انت عايزاها. بتونس ليه؟ لكن انت مونسني وانا. قولي لي بقى ناويه تعملي ايه يا قمر؟ انا اتفقت مع بابا وعمتي نجي هنا اسكندريه وافتح مكتب واشتغل. حلو جميل. تفتكري لو فتحت مكتب واشتغلت محاميه يعني انفع ممكن انجح؟ ايوه هو احنا كنا بنتعلموا العالم ده كله ليه؟ عشان تقولي لي انجح ولا ما انجحش؟ تقولي لي يا ترى ويا هل ترى؟ يا اختي انا عايزاكي مره تجمدي قلبك كده وتعملي اللي على مزاجك. ايوه. ويوم تلوحين لي على لوحه المغرب المخملي تباشير شال يجر نجوما يجر كروما يجر غلال ساعرف انك يا ماما اللي انت بتقولي ده؟ يا حبيبتي مش فاهمه ولا حاجه. معقول يا ستي؟ المهم الكلام ده ننفعه نلحنه ونرقصه عليه؟ انت مفيش حاجه في دماغك خالص غير الغنى والرقص. امال ايه؟ هو الست تنفع خالص من غير ما تعرف ترقص وتغني؟ يا سلام. اه ما تسواش. تعرفي ترقصي بلدي؟ بلدي لا طبعا يا نهار اسود. طب نعلموك. انت ما تعلمني. الحاجات دي خالص. اعملي 8 بالانجليزي. 8 بالانجليزي. 8 بالانجليزي. 8 بالانجليزي. يا بنت اعملي يا بنت. ما اعرفش. والله ما اعرف الحاجات دي. بس اعملي يا بنت. ما عملت كده.
الرخص بتاعتك. مش فاكرينه حاطينها فين؟ ما عنديش رخص يا ام. ام؟ طب انساني بقى يا اختي. ليه كده ما تتحبوش علينا امال؟ طاطا تعبانه شويه مش نازله يا ام. بقول لك انزلي. مش نازله. ما تخلينيش استعمل معاك القوه، انزلي يلا، انزلي قومي. ايه ده احنا نشنطروه؟ آه. وتفتحي دماغي ان ما فرجتك يا بنت المفتريه. عارف لو ما لميتش لسانك هنفتحولك ارض. خلاص مش هتكلم. مين يا ابني النبطش في المباحث الليله؟ حسام بيه. مين؟ حسام بيه. حسام بيه؟ ايوه. يبقى عليه العوض ومن العوض؟ مش هعرف اخد حقي من بنت الامانسه دي. يا يعني مش ناوي تعترف وتقول الطبانجه دي راحت فين؟ راحت فين يا استاذ؟ مش عارف حاجه عن الطبانجه دي. لف لي. راحت فين الطبانجه؟ معقول يا باشا اخد الطبانجه بتاعت عمتي؟ الغلطه دي ما تخش عليها يا رحمه. وديته الطبانجه فين؟ ايه اللي كده يا عنتر؟ المصيبه السوداء دي يا باشا، الداهيه المهببه دي. ايوه لسه في رجاله حلوه كده يا جدعان. كتم يا بت ابو شنب، خد حنفي وخد العيال دي تقرروهم، عايز اعرف الطبانجه دي راحت فين، والا الدبان الازرق مش هعرف لهم طريق جره. يلا 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 امشي. وقف يا بت. حكايتها ايه البت دي يا عنتر؟ دي كانت سايقه العربيه زي وهي سكرانه زي ما انت شايف كده سعاده الباشا، وبعدين كسرت الاشاره، رحت معترضها راحت ضرباني بالبوكس والبنيه والروسيه وفتحت لي دماغها. عارف ليه؟ اقعد يا بنت ولمي نفسك، غطي نفسك وبطلي مرقعة. يوه ايه المعاملة دي؟ دي معاملة تعملوها للستات الحلوة، ومين اللي زي؟ يا سلام، بقى جاية سكرانة وضربة أمين شرطة ومش عاجباك المعاملة؟ وحشة، معاملة وحشة أوي، عشان انتوا الاتنين بتوالسوا لبعض عشان انتوا زمايل. تسمك ايه يا بنت وبتشتغلي ايه؟ أنا اسمي سهر، سهر الليالي. عليا النعمة ان سهروك سهرة عمرك ما سهرتها. ايه ده؟ مين دي يا عم؟ فين بطاقتك يا بنت وفين رخصتك؟ لا لا احنا ما بنشتغلوش برخصة يا بيه. انا فنانة محترمة جدا. الله يا كل واحدة هزت وسطها في كباريه تقول على نفسها فنانة ولا ايه؟ لا نزعلوا كده نزعلوا. انا مطربة، مطربة كبيرة قوي ومطربة استعراضية واسكندريه كلها بتغنوا غنوتي. شتام بكو. ايوه ايوه تلم يا بت. عليا النعمه انك تجنن وانت مكاشر. يا ريت يا ريت تطلع جدع كده وتفتحوا لنا، قصدي تجيبوا لنا قهوه ساده عشان نعرفوا نفوق كده. يا بت بقول لك اتلمي لحسن، لو رميتك في التخشيبه هياكلوكي تحت هتلاقيها زفت. والمهضه ودماغ اللي انفتح. الزفت اللي بيقلك عليه. يلا شايف سعاده الباشا؟ شاد هتروح بقى يا عنتر ما تعملكش زيطه. انا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول، مش بعيد تطلعني غلطان وتعمل لي محضر. ماشي. ممكن نكلمه في تليفون الفانوليا بتاعتنا عشان زمانهم متوغوشين علينا حبتين. ممكن الو سعد، ايه مالك في ايه؟ ازاي الكلام ده؟ طب انت فين بس دلوقتي؟ انا في قسم باب شرقي، في ظابط ضرب ثلاثة قدامي مرة واحدة، شكله عايز يضربني. قمر قمر. الله يخرب بيتك يا عنتر،
جاي اخر الليل وجايب لنا مصيبه معاك. الو بونسوار. سهر سهر مالك يا حبيبتي؟ قمر قمر ايه اللي بالتخريب ده؟ فوقي إيه عشان افهم فيك ايه بس؟ سهر سهر هو ايه اللي حصل يا فندم؟ حضرتك مين؟ انا اخت سهر مريم توفيق ابو العدل المحامية. ممكن البطاقة لو سمحتي؟ طبعا ده كريدت كارد يعني. سوري اتفضلي استريح. شكرا. حضرتك بنت الاستاذ توفيق ابو العطا؟ ايوه. وهي تبقى اختك؟ تبقى اكتر من اختي. ممكن اشوف المحضر؟ انا لسه ما كتبتش المحضر عشان خاطرك مش هكتبه خالص. متشكرة قوي قوي، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي. بس عندنا مشكلة بسيطة. إيه؟ لازم عنتر يتنازل عن حقه. مين عنتر ده؟ ده أمين الشرطة اللي سهر بطاحته. أفندم يا سعادة الباشا. يا عنتر إحنا طمعانين في كرم أخلاقك كما عودتنا وعايزينك تتنازل عن حقك. مش ممكن أبدا يا سعادة الباشا. طيب ان ما كانش عشان خاطر سهر يبقى عشان خاطر اختها الرقيقه دي. خلاص عشان خاطرك يا باشا. اهو كده يا عنتر، هي دي اخلاق الرجاله ولا بلاش. امسك يا ابني. اللي هيجنني يا فتحي يا اخويا ان البنتين مش راكبين على بعض ابدا. واحده فيهم صايعه والتانيه متربيه وبنت ناس واخر شياكه. اما كنت تكلمني يا فالح عشان اجي اشوف البنت الصايعه دي. كنت هتاخد لك طريحه من تجرمتها وقله ادبها. بقول لك ايه؟ انا مضطر استاذن عشان عندي مشوار حساس. طب اقول لك ايه؟ ما تاخدني معاك. لا انا في المشاوير الحساسه ما باخدش حد معايا ابدا. بالاذن يا حلو. صباح الخير. صباح النور. انا اسف قوي للازعاج بس انا جبت عربيه صاحبتك بنفسي. احنا متشكرين قوي. اتفضل. لا شكرا. ما يصحش. اتفضل استريح. اتفضل. دقيقه واحده بس هدي لسهر خالص. اتفضل استريح. صح مش هتصدقي. عارفه مين بره؟ مين يا اختي اللي بره؟ فارس الاحلام. تقصدي مين؟ الظابط بتاع امبارح جايب عربيتك وجايب لك المفاتيح. انت بتتكلمي كده ليه؟ انت هتخرجي له المنظر ده؟ هاي حاجة. سهر جاي لحضرتك حالا، تحب تشرب ايه؟ يا فندم ملوش لازمة، اتفضلي استريحي. مش معقول ما يصحش، لازم تشرب حاجة. طيب ان كان ولا بد بقى يبقى شاي. فكره انا متعود اعمل كل حاجه بنفسي عشان عايش لوحدي، ممكن اساعدك؟ لا متشكره خالص. لا ازاي بقى؟ فين الشاي والسكر؟ اهو. متشكره ميرسي قوي. اتفضل انا هجيبه لحضرتك. اتفضل. اتفضل.
تعرفي انها صدفه جميله فعلا. والد حضرتك كان بيدرس لي جنائي في كليه الشرطه. هو في ناس كتير زي حضرتك بيفكروه بابا، بس هو ابن عمه واسمهم زي بعض. انا بابايا بيشتغل محامي بس ملوش في التدريس. اتفضلي الشاي. متشكر على ميرسي. اتفضل حضرتك. لو انت ليه ما بتشتغليش معاه؟ يعني بحاول اعتمد على نفسي. عايشه هنا في اسكندريه؟ انا ناوي اقعد شويه، بفكر اشتغل هنا بس لسه بدور على مكتب. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهدى احنا دارنا النبي. اهلا يا باشا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا باشا؟ ازيك يا ست سمر؟ لا سهر، اسمي سهر الليالي. ما بتحبوش السهر بقى ولا ايه؟ ازاي، انا شغلي كله سهر. وانا كمان بصره. الحقيقه انا كنت جاي اطمن عليكي واجيب لك عربيتك. الهي ما تحرم منك ابدا يا رب. الليله دي انت معزوم عندنا في الكباريه. لا اسمحي لي بقى، لحد كده ما اقدرش. ليه؟ مش قد المقام بقى ولا ايه؟ لا لا ما اقصدش. طب امال ايه؟ طب على العموم كلنا رايحين، مريم جايه معانا؟ طبعا. مش كده يا مريم ولا ايه؟ طبعا. وماله؟ ايه بتخشي بقى؟ لا اسمع ما اقولك، في المعموره رسم لي الصوره وعامل نفسه لاعب كوره، جيت الشطبي وقالوا لي حاسبي. لا 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 استنى يا صاحبي، لبس زي ما لا تمام تمام قوي، بس انا ما فهمتش ولا حاجه من اللي هي قالته. ما تنساش يا استاذ كمال انها بتغني في كباريه درجه ثالثه، يعني انت احكم على المضمون. ايوه يا اخي احكم على المضمون. ايوه طبعا احكم على المضمون. فين بقى المضمون؟ صوتها وحضورها مع الناس، صدقني هي كل اللي محتاجاه فرصه. انا مع الانسه في الكلام اللي بتقوله. طبعا اكيد سهر دي فنانه كبيره بس محتاجه للي يكتشفها. حضرتك طبعا عارف مستوى اللي بيغنوا دلوقتي ايه. معاكي حق فعلا يا انسه مريم، الواحد ما بقاش لاقي حاجه يسمعها اليومين دول. انت بقى كمال تشد حيلك وعشان خاطر الانسه سهر تكتب كلمتين حلوين. يا ريت كمان تنزل لها صوره. صوره بقى وتكمل جميله. طبعا. هو في ريبورتاج من غير صوره؟ هي بقى عندها صوره حشمه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، منورين. عجبك الشغل؟ اتفضلي يا فنانه عظيمه. ده الاستاذ كمال عجبه صوتك قوي، كان قاعد طول الغنوه هيتجنن وصمم انه يكتب في الجورنال بتاعه وينشر لك صوره بالالوان. لا الوان لا، احنا ما اتفقناش على الالوان. يا اختي الهي مع دمك. الله اني ما تتصوروش فرحتي بيكم النهارده قد ايه. براهين يا برا تعالى. نعم يا استاذ. هات ازازه ويسكي من ابو جد. ها مش منقوع البراطيش. وعلى حساب مين يا استاذ صار؟ على حساب البقف اللي قاعد تحت ده، فاهم؟ وقول له بكره هنوقوه. شفتي حسام كان هيتهبل عليا، ما شالش عينه من عليا طول الليل. فعلا باين عليه معجب بيكي قوي، حتى هو اللي كلم صاحبه الصحفي ده عشان يكتب عنه. طب ايه رايك بقى ان انا حسيت ان احنا دخلنا قلب، وانا كمان بنحبوه. تعرفي قال لي ايه؟ قال لي انه هجيب لك شقه عشان تعمليها مكتب، وكل ده عشان خاطري. تصبحي على خير. وانت من اهلي يا قمر يا ورد. تصبحي على فل. الله اللهم صل على النبي. حلوه قوي دي يا حسام، احلى من الاولانيه. ها ايه رايك يا مريم؟ مش عارف، متهيالي الاولانيه احسن واعرف افرش على مزاجي. يعني هو انت كده عمرك ما بترسي على بر قبل؟ طب خلاص كويس. لا 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 لا، لو مش عجباكي انا عندي واحده كمان. احنا هنلف طول العمر. حلوه قوي دي، بقى لنا اسبوع بنلف. اسمعي انا مش عاوزك تاخدي حاجه مش عجباكي. قلتي ايه يا مريم؟ اللي تشوفه انت يا حسام. انا مش عارفه من غيرك كان ممكن اعمل ايه. يا اخي تعالي تعالي اقعدي على المكتب، عايزين نشوفه اذا كنت لايقه عليه ولا لا. يا ريت هو اللي يليق عليها. اللي يشوفها كده يصدق انها محاميه بحق وحقيقي. دي زي ما تكون اتخلقت عشان تكون محاميه. الاهم من ده كله ان الزباين يعرفوا طريق مكتبي. تفتكروا في حد ممكن يجيلي انا؟ انتوا مش جعانين ولا ايه؟ اني مصاريني بتتلو من الجوع. احلى حاجه بتعجبني فيك يا سهر لهجتك الاسكندراني. يا اختي بس لهجتي ما فيش حاجه تانية بتعجبوك. طب ايه رايكم بقى في غدوه معتبره على حسابي؟ لا الغدوه دي على حسابي انا. ليه هو انا طيشه ولا ايه؟ لا يا حسام بس جمايلك كترت قوي. لا ده ملوش دعوه بالغدا. معقوله ابقى ماشي مع بنتين حلوين زي القمر واسيب واحده فيهم تدفع الحساب؟ ايوه يا جدعان عليا النعمه كلامه 100 100 مظبوط. عايز الناس تقول عليه ايه؟ ناطح. الله منظر الاكل يفتح النفس. ابقى قابليني لو عرفتي تنامي بالليل. لا
الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا ازاي، الاكل حلو قوي، بس المهم اللمه الصراحه. المهم الاخلاق، بطلي تحفي في البيض، كلي فول. ايوه انا طفحه. مش دي صورتك يا هانم؟ صورتي صورتي، شوفوا اتفرجوا. حلو قوي، حلو قوي يا سهر. هات كل الاعداد اللي معاك. شفت يا بيه والله. طب خد، مش خساره فيك. اشكر، كتر خيرك. انا فرحانه قوي، مش عارفه اقول لك ايه. انا ماليش دعوه، صحفي معجب بيكي وكتب عني. سلام، انا عارفه كل حاجه، انت اللي خليته يكتب. دي مريم هي اللي خليته يكتب. انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، وعموما انت تستحقي اكتر من كده بكتير يا سهر. مساء الفل، بركيلي 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 بركيلي. مبروك يا حبيبتي، بس على ايه؟ هنشتغل في اكبر لوكاندا في اسكندريه. هتشتغلي ايه؟ هنسيقه يعني الارض ونكنسه وهنغنوا يا ماما. مدير اللوكاندا كلمني وقال لي بكره تيجي تمضي الكونترات. الف مبروك يا حبيبتي. الجميل معكر ليه؟ وشه مش رايق. زهقت قوي يا سهر، بقالي شهرين قاعده بكلم الحيطان، مفيش ولا زبون واحد يكلف خاطره يجي حتى يقول لي انت مين. ولا يهمك يا اختي، انا بكره اقتلك قتيل ونقولك ونقولك انت مين. اطمن، احنا موقفنا قوي جدا، مش بعيد ناخد حكم اخر الجلسه. يا رب. هو نفسك معانا يا استاذ حسين؟ يا صباح الخير يا استاذ. ازيك يا استاذ؟ صباح النور. معقول برضو سبت شغلك وجيت؟ وانا اقدر ما اجيش في يوم زي ده؟ المهم انت جاهزه؟ الحمد لله، سهرت طول الليل، عملت حتة مرافعة هتعجبك قوي. برافو عليك. صباح الخير يا حسام باشا. يا اهلا 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 اهلا. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا، عز المعرفة. يلا لحسن نتأخر عن الجلسة. 54 المدعي ابراهيم علي الاسكندراني، مدعي عليه عبد المنعم محمود المجاوري. مريم توفيق ابو العطا المحامية، حاضرة عن المدعي ابراهيم الاسكندراني بالتوكيل الرسمي. محمد عبد العزيز الغندور، حاضر على المدعي عليه عبد المنعم محمود المغاوري. طلباتك يا استاذة. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، أنا بطلب التأجيل. مدام بتدرسي القضية كويس وتعرفي كل ملابساتها، يبقى تقدري تقفي قدام المحكمة وانت واثقة من نفسك. أنا جبتلك معايا حاجة كويسة أوي، دول كتابين هيساعدوكي في دراسة القضية بتاعتك. اللي بتعمله معايا ده كتير أوي يا حسام، مش عارفه هرد لك جمايلك دي كلها ازاي. احنا مفيش بينا وبين بعض جمايل، المهم توعديني انك هتترافعي ومش هتاجلي القضيه. اطمن، ما تتصورش كلامك ده رفع من روحي المعنويه قد ايه. انا مش عاوزك تخافي ابدا، حتى لو فشلتي كلنا بنفشل وبعد كده بنتعلم. انا اصلي كنت خايفه اخسر الزباين. يا ستي ولا يهمك، انا اجيب لك مليون زبون، انا مش عاوزك تشيلي هم الموضوع ده ابدا، المهم عندي انك تنجحي. حسام، ممكن اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه؟ انت عارفاني صريح. انت اللي جبت لي الزباين اللي قابلوك في المحكمه النهارده صح؟ لا طبعا، كل ما في الامر ان انا طلعت اعرفهم صدفه. المره دي بالذات انا مش مصدقه، دي اكيد سهر. مريم، انتي صاحية؟ عايزة حاجة يا سهر؟ عايزة اسألك على حاجة، يعني ايه اللي يخلي راجل زي حسام كده يهتم بالقوي كده بواحدة ست؟ قصدك ايه؟ يعني بصراحة اللي عمله معايا
كل يوم اسال نفسي يا ترى بيعمل معايا كده ليه. فضل ورايا لحد لما خلاني اغني في اكبر لوكاندا في اسكندريه. يعني هو حسام انسان كويس وخدوم جدع يعني. انت بتفتكر يعني المهم انتي مشاعرك ايه من ناحيته؟ ايوه على مشاعري. انا اول ما شفته عصفورة قلبي رفرفت. حبيت اسكندرية والدنيا حلوت في عيني. تفتكري هو بيحبني ربع الحب اللي انا بحبه له؟ انتي اصلك مش عارفة قيمة نفسك. ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي واحدة زيي. بتقولي لي الكلام ده بس عشان انتي صاحبتي وبتحبيني. صدقيني يا سهر انتي اطيب قلبي في الدنيا. انا عمري ما قابلت واحده في شهامتك. اختي الهي ما يحرمني منك. حسام مش ممكن هيلاقي واحده احلى منك. عارفه يا مريم نفسي في ايه؟ نفسي احنا الاثنين نتجوزوا ونعيشوا مع بعض. ساعتها جوازنا مش هيعجبهم، هيحاولوا يوقعوا بينا وفرقونا عن بعض. بشر عليا النعمة نقطعهم ونرموهم في البحر. صباح الخير يا مريم. صباح النور. صحي بدري كده ليه؟ مش جاي لي نوم وسهل لسه نايمه، قلت اجي اقعد على البحر شويه. تحب البحر؟ بحبه قوي بس بخاف منه من ساعه ما كنت هغرق. لما بقعد قدامه بسرح بخيالي، بتكلم معاه في الحاجات اللي ما اقدرش اقولها لحد. طب وليه ما بتحكيش على اللي جواكي لحد انت بتحبيه وتثقي فيه؟ ممكن اللي جوايا يجرح ناس ما احبش اجرحه ولا اجرح مشاعره. احكي لسهر صاحبتك وبتحبك. سهر طبعا صاحبتي وبحبها قوي، بس هي مش فاضيه، دايما مشغوله وانا ما بحبش اشغل حد بمشاكلي. انا يا ستي فاضي وليك انت بالذات، لو مش فاضي افضي نفسي. طب عن اذنك انا همشي، سهر زمانها صحيت، هروح اشوفها. طب قولي لسهر اني عايز اقابلها النهارده، ولا اقول لك انا هكلمها في التليفون. مريم فينش؟ انا خيرني يا اختي وتفعلني، مش مصدقه روحي. ليه يا سهر؟ انت تستاهلي واحد احسن من حسام كمان. تعرفي لما قال لي ان هو عايز يقابلني قلبي ده كان هيفط من صدري. فاكره شادي لما كانت بتسرق في الافلام كل ما تشوف خطيبها ولا حبيبها انا كنت هسرق زيها. ربنا يسعدك. تفتكري حياتك هتتجوزني؟ طبعا اكيد يا سهر. شفتي امبارح بقى كنت بقول لك ايه؟ احساس اختك عمره ما يخيب ابدا. هبقى حرم المقدم حسام عنبر، مدام عنبر. انت تستاهلي كل خير يا سهر. عارفة يا سهر انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ عارفة والنبي عارفة. عارفة ايه؟ يعني انت عايز تقول كلام واحنا نحب نسمعه منك. ما تتصوريش انا سعيد قد ايه من يوم ما عرفتك انت ومريم. مليتوا عليا حياتي وعوضتوني عن اهلي اللي فقدتهم لدرجه اني خلاص ما بقتش قادر استغنى عنكم. ولا احنا كمان نقدر نستغنى عنك يا سي حسين. انا بحسدكم على حبكم لبعض. انا ماليش في الدنيا غير مريم، هي كل حاجه في حياتي، طيبه وحلوه وبعدين بنت ناس ومتربيه، بس هي فيها عيب واحد يعني ما تعرفش كده يعني متردده. علشان كده انا جبتك هنا. سهر انا بحب مريم وعاوز اتجوزها، ومفيش حد غيرك هيقدر يعرف لي حقيقه مشاعرها. بصراحه انا خايف اواجهها لحسن اخسرها كصديقه. Thank you.
اختي وحبيبتي سهر. انا رجعت لبابا وعمتي، عارفه ليه؟ لان انا كمان فكرت وقلت اتجوز. اشمعنى انتي؟ الف مبروك ليكي انتي وحسام، ويا ريت تتجوزوا بسرعه عشان احضر فرحكم قبل ما اسافر مع جوزي لكندا. انا مستنيه منك تليفون تقولي لي على الميعاد. سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. مش قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي؟ سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. مش قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي؟ سعيد. مريم موجوده؟ موجوده برضو، اتفضلي امسي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشيني وحشيني قوي قوي. وانت كمان ازيك انت؟ الحمد لله. قولي لي، حددتوا ميعاد الفرح امتى؟ فرح ايه؟ فرحك انت وحسام. لا احنا مش هنتجوز. ليه؟ هو حصل حاجه؟ حسام ما بيحبنيش، بيحبك انت وعايز يتجوزك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهر؟ انت بتهزري؟ وحتى هزارك ده ما ينفعش، لاني خلاص هتجوز. عليا نعمة ان انا بتكلم بجد. حسام طلب يقابلني عشان يتاكد مني اذا كنت بتحبيه وموافقه تتجوزيه ولا لا، ايه رايك؟ لا طبعا، انا ما بحبوش ولا عايزه اتجوزه. مين اللي قال كده؟ عينيكي يا اختي اللي قالت كده. ايه هتخبي عليا؟ بطلي تكبري بقى. بس انا خلاص هتجوز يا سهر. انت بتعملي ده كله ليه؟ عشان تضحي عشاني؟ خلاص ما منوش فايده، لا بيحبني ولا عايز يتجوز. بعدين سكن عليا يا اختي، انا كل يوم الاقي لي راجل، هي شغلانه ولا شغلانه؟ وبعدين الدور الباقي عليك انت، انت اللي مش هتعرفي تحبي غيره. انا اديت كلمه لبابا ومش هتراجع تاني. بقول لك ايه، بتعملي ده كله ليه؟ حسام كده ولا كده هيتجوز، يبقى انت اولى. وبعدين والله ما هزعل. انا لا يمكن اسامح نفسي لو اتجوزت حسام وانا عارفه انك بتحبيه. I don't know to say goodbye, just let me know you didn't go before. I don't know to say goodbye, just let me know you didn't go before. I don't know to say goodbye, just let me know you didn't go before. ممكن اخطفها منك بس دقيقة واحدة؟ لا مش ممكن، أنا ما صدقت ليا. معلش هي دقيقة واحدة وهرجع. ما تأخريش عليا. مبروك يا مريم، عملتي كده ليه؟ دي كانت رغبة بابا وانا ما قدرتش ازعله. ميرسي قوي اني جيت النهارده، ما تصورش فرحانه بوجودك قد ايه. انا جيت النهارده مخصوص عشان اقول لك على حاجه عمري ما عرفت اقولها لك، ولا انت اديتيني الفرصه اقولها. ارجوك بلاش تقولها النهارده بالذات، بلاش. دي حاجه انا عارفاها ومتاكده منها، وانا كمان حاسه بيها من اول يوم شفتك فيه. مش كل حاجة الواحد يعوزها بيقدر ياخدها. مهما الأيام فرقت بينا، عاوزك تعرفي إن منزلتك عندي هتفضل هي هي، وحبك هيفضل هو هو.
عمري ما هنساكي. عن تفتكر هقدر على فراق مريم؟ هقدر اعيش من غيرها؟ تعرفي يا سهر، انا وانتي ومريم مفيش حد فينا سعيد. تفتكري ايه السبب؟ عشان احنا التلاتة بنحب بعض. لو في حد فينا بيكره التاني ما كانش بقى في مشكلة. جايز اللي بتقوليه ده صح. اسأل نفسك، انت متضايق كده ليه؟ وانا مش مبسوطة ليه؟ وهي بتتجوز غصب عنها ليه؟ اكيد صح. انت مش بتحبها؟ صح، استنى معايا. انا اسف، ما كانش مفروض نغلط. طب سيبني بقى لوحدي، انا مش طايقه نفسي ولا طايقاك. سيبني. المنطقة هنا هتعجبك أوي، أنا عارف إنك بتحبي الهدوء. بكره كمان لما التلج يدوب هتحبي المكان اكتر وهتلاقي الخضره حواليكي. تعرف يا وجدي، انا عمري ما كنت اتخيل اني ممكن اهاجر برا مصر. انا هخليكي تعيشي هنا اجمل ايام حياتك، وبكره هنبقى من اغنى الناس في كندا. وهنا بقى لا في تحديد نسل ولا ازمه سكان، يعني خدي راحتك خالص وتخلي في لي 20 عيل. يعني انت اللي عارف تشتغل، ما انت مدهول زي.
لا أنا مش قادره. أنا لا حاسه إني عايشة ولا ميتة. يا ريت نموت وأحسن. عشان خاطر ينزل الشغل. الواحد منا ملوش غير شغله. صدقيني حب الناس ليكي هينسيكي كل مشاكلك. أنا كويس. لا مفيش داعي نشوف بعض اليومين دول. عشان كل واحد فينا يعرف يتعود يعيش من غير التاني. Да, такая красивая пуля. Wagdi, écoute-moi bien. Tu peux toujours travailler ici. Tu peux faire du très bon travail, mais tu seras toujours considéré comme un citoyen de deuxième catégorie. Tu arriveras à certains niveaux, mais ils te diront arrête à ce point. Vous aimez le Canada? Sorry, I don't speak French. Moi aussi, je ne parle pas l'anglais. Quand même, je suis confiant que je pourrai accomplir toutes mes ambitions. Avec un peu de patience, de la persévérance et un peu de chance, je pense que je peux tout faire dans ce pays. ايه رايك في الرحله دي؟ انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في التلج ده؟ ده انا هموت من البرد. لازم تتعودي يا حبيبتي على كل حاجه هنا. انا حاسه ان الحياه هنا صعبه قوي. مش هقدر اتعود عليها. الدنيا برد. ومش عارفه اتفاهم مع حد بيتكلموا لغه انا ما اعرفهاش. اللغه دي ابسط حاجه، بكره لما تسمعيها على طول هتتكلميها، وبعدين ممكن تاخدي كورسات فرنساوي. تفتكر يا وجدي ممكن يبقى لي اصحاب هنا؟ وانا رحت فين يا حبيبتي؟ انا ممكن اكون جوزك وصاحبك. بس انت مشغول طول النهار، ولما بترجع بالليل بتبقى تعبان. بس في الويكند نقدر نعمل فيه كل اللي احنا عاوزينه. هنا الشغل شغل والاجازه اجازه. Bravo, Atef. Hi, Wadji. Comment vas-tu? Bien, merci. Je te présente ma femme. Enchanté, madame. Au revoir, Wadji. Au revoir. هو عاطف ده لبناني وهاجر من 10 سنين وبقى من اكبر رجال الاعمال هنا. يعني ما كانش يقدر يعمل كل ده في بلده؟ وانت ما كنتش تقدر تعمل كل ده في مصر؟ الفرص هنا اكبر. بدل ما اكون مليونير في مصر ممكن ابقى ملياردير هنا. بصراحة أنا نفسي أرجع مصر. أنا خلاص مش قادرة. كرهت منظر التلج. مصر دي خلاص انسيها. حقيقي دي بلدنا لكن مستقبلنا هنا. بس أنا حياتي كلها في مصر. ما أقدرش أبعد عنها. We'll be right back.
طب انا عايز اسالك سؤال، انت مفيش عندك اي مشاعر بالنسبه لسهر؟ احيانا احس اني عايز اشوفها لكن بمنع نفسي. انت عارف بقى ايه اللي منعك؟ الوهم اللي انت عايش فيه. مريم، انا متاكد لو كانت سهر هي اللي اتجوزت دلوقتي وكنت هتحس ان هي اللي ضاعت منك، كانت مشاعرك بالنسبه لمريم هتبقى هي نفس مشاعرك بالنسبه لسهر دلوقتي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. الفنانه سهر موجوده؟ نقول لها مين حضرتك؟ نقول لها المقدم حسام عمر. اتفضل. اهلا يا سهر. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا سهر؟ عشاني قوي يا سهر. الله يخليك. اهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. مبروك البيت الجديد. ميرسي، ربنا يخليك. احلى من البيت الانفوشي بكتير. ومبروك الحفله صحيح. انت ما كنتش في الحفله ولا ايه؟ لا ابدا، كان عندي نبطشيه، وبعدين انت ما عزمتنيش. فعلا راحت عن بالي، لكن وعد المره الجايه هتكون اول معاك. الو، اهلا يا سهر. ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني، وحشاني قوي يا حبيبتي. انا شفت حفلتك في الديش من يومين، كنت اتجنني، كان نفسي انط في التلفزيون وابوسك. ابعتي لي الشريط الجديد بتاعك، وحشاني قوي. وحشتني كل حاجه في مصر. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. على فكره البلد هنا جميله قوي، بس الناس دمهم تقيل، ما يعرفوش بعض الا عشان المصلحه. وحشتني قعدتنا جنب بعض على السرير. نفسي يا سهر، نفسي اقعد معاكي نضحك ونرغي زي زمان. على فكره ليكي عندي مفاجاه ما حصلتش. في واحد عندي عايز يكلمك ويسمع صوتك. مالي؟ الو حسام، ازيك يا مريم؟ طمنيني عليك، وحشتيني، وحشتيني قوي. انا كل اللي يهمني سعادتك. انتي معايا؟ ها؟ ايوه. بص لي سهر، وانا هبقى اكلمكوا تاني. مع السلامه. معلش يا ولدي، أنا أصلي تعبانة قوي، عندي صداع. أنا حضايع لك صداع. معلش يا حبيبي، سوري. تصبح على خير. مساء الخير. مساء النور. المقدم حسام. اهلا وسهلا. عمر بيه. اتفضل. لا شكرا، عشان ما ضايقكوش بس. لا ازاي، ده اللي لجع عيد ميلادي وعمر بيه صمم ان هو يحتفل بيه معايا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اهلا بيه. شير. شيرز وبلوفر يا حبيبي. صحته يا مرعي. كل سنه وانت طيبه. الله، ده حلو قوي. لا ذوقك حلو قوي، عندك ذوق. ايه، مش ناوي ترقصني بقى ولا ايه؟
يلا يلا. ها اطمنت؟ متأسف. أنا حياتي بقت تعيسة، مش قادر أعيش لوحدي، وأنت كمان سبتيني. أنت عارف ليه أنا سبتك؟ وأنت بالنسبة لي إيه؟ أنا اكتشفت إن أنا بحبك، وغيرتي عليك لما شفتك مع راجل تاني كمان اكدت لي الحكايه دي. انت عايزني اعمل لك ايه؟ صداقتي بيك دلوقتي ما اقدرش احميها ولا منك ولا حتى من نفسي. حسام من فضلك خلي علاقتنا نظيفه وخلي اللي بينا نظيف. تعرفي يا مريم، بقالي 8 اشهر بحاول اخد الصفقه دي وطارت مني في اخر لحظه. لو كانت من نصيبي كانت حياتنا كلها اتغيرت، لكن للاسف اخدتها مني واحد كندي. بس برضه مش حافز وهحقق اللي انا عاوزه. تفتكر يا وجدي هتقدر تحقق كل ده لوحدك؟ يعني ايه؟ لازم يكون في حد جنبك. الله، امال انتي رحتي فين يا حبيبتي؟ هما مش بيقولوا ان وراء كل عظيم امراه عظيمه؟ طب لو كنت اتجوزت واحده كنديه مش كانت هتساعدك وهتقف وراك اكتر مني؟ يعني كان ممكن يفتح لنا ابواب كتيره. جالك كلامي؟ يعني مش انا الست العظيمه اللي تقدر تقف جنبك؟ بس انا عمري ما كنت انتهازي، وكل حاجه بعملها لازم اكون مقتنع بيها، ولما اتجوزتك كنت مقتنع بيكي. على فكرة أنت عمرك ما سألتني عن حياتي قبل ما أتجوزك. حياتك قبل الجواز دي ملك ليكي لوحدك، ما دام أنت ما حاولتيش تحكي لي عنها، يبقى عمري ما هسألك. بس أنا دلوقتي عايزة أقول لك، وجدي، أنا قبل ما أتجوزك كنت بحب واحد تاني وما كنتش قادرة أتصور حياتي من غيره. أعرفه؟ أنت شفته مرة واحدة بس يوم فرحنا. وهو بيحبك؟ أيوه. حاجة غريبة إنك تحبي واحد وهو يحبك وكمان يجي يوم فرحك، كل ده وأنا معرفش. أنا فوجئت بيه. طب وليه ما اتجوزتوش ما دام بتحبوا بعض؟ الظروف كانت أقوى مني. وانتي
لسه بتحبيه؟ أمال أنا ليه بعترف لك؟ أنا حاسة إن مجرد التفكير فيه وأنا مراتك يبقى خيانة، وأنت ما تستحقش مني كده. مطلوب مني إيه؟ أنا قلت لك على كل حاجة، وأنت لازم تفهم دلوقتي أنا عايزة إيه. تتطلقي. الله يخليك، مش كنت تقولي لي في التليفون انك جايه؟ حبيت اعملها لك مفاجاه، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلو قوي، اتعرفي انت لو ما كنتيش جيتي انا اللي كنت سافرت لك، مش مصدقه عينيا، وحشتيني قوي، امال فين جوزك؟ انا رجعت لوحدي. ازاي يعني سيبك تسافري لوحدك؟ خلاص مش راجعه له تاني. يعني يعني اول مره اخد قرار انا مقتنعه بيه، اتطلقت. يا خبر اسود، ليه؟ ما قدرتش استحمل اكتر من كده، كنت عايشة حياة كلها كده، بعدين لقيت نفسي مش قادرة استمر، مش قادرة ابعد عن حسين. تقصدي ايه؟ مش هي دي كانت نصيحتك ليا؟ انا فعلا بحب حسين، والغلطة الوحيدة في حياتي اني رحت اتجوزت واحد غيره. وبعدين؟ هتجوز حسين. مريم، الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ حسين؟ ما تدينيش فرصة أقول لك حاجة. تقولي لي؟ تقولي لي إيه يا صابر؟ اتجوزنا. اتجوزته؟ ما كنت عامل بتحبيني أنا ليه؟ كنت عايز تتجوزني ليه؟ أنت تسكت خالص. إيه؟ هتدافع عن نفسك تقول إيه؟ أنت ما عملتش حاجة غلط. كان بيحبني ولا بيحبك انت؟ عايزاه يقعد طول عمره من غير ما يتجوز؟ انت اللي رفضتي تتجوزيه، حصل ولا ما حصلش؟ هي رجاله خلصت؟ الدنيا ضاقت خلاص، ما بقاش فيها غير حسام. انت قدامك طابور من العشاق والمعجبين، لو شاورتي بصبعك لاي واحد فيهم يجيلك ويركع تحت رجليكي. ما لقيتيش غير الراجل الوحيد، الراجل الوحيد اللي انا بحبه، وانت عارفه انا سبته ليه؟ عشانك، عشان ما كنتش عايزه اخسرك، عشان صداقتك عندي كانت اهم من اي حاجه في الدنيا. انت يا سهر، انت دون عن كل الناس، انت بالذات اللي تتجوزيه. مش قادره اصدق، مش قادره اتصور، مش قادره. بتعايريني عشان ضحيتي عشاني؟ انا كمان ضحيت عشاني. تصوريش قد ايه انا قاومت، اتعذبت، اتحرمت، ربطت قلبي، خنقت احساسي، كل ده عشان خاطرك. جريت على مصر عشان ابوس رجليكي تتجوزيه، فاكره ولا ناسيه؟ خصم من حقي انا،
وهيفضل من حقي مهما كانت النتائج. انا سبت الدنيا كلها علشانه. لا يا دلعادي، انا سبتلك عشان انتي صاحبتي وفي بيتي، لكن اللي انت عايزه تاخديه مني ده يبقى جوزي على سنه الله ورسول. مش قادره اتصور ازاي حسام ممكن يبص لواحده سوقيه زيك خاينه. لا يا روح ماما، مش انا اللي خاينه، ده انت اللي خايبه. انت طول عمرك عينيكي على حاجتي، وطول عمرك بتحقدي عليا. انا بحقد عليكي؟ لا بقى، ده انت اللي انانيه. عايزه تكوشي على كل حاجه، اتجوزتي احسن جوازه وعينيكي على راجل تاني. عايزه تكوشي على كل الرجاله بالسهواكه بتاعتك دي. بقول لك ايه، ما بقتش اكل من الكلام ده، لا انا ولا هو. مش بقول لك سقيه، رايح فين؟ رايح في 60 داهيه. عاجبك كده؟ اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ جايه من اخر الدنيا عشان تفوري دمنا؟ انت اي حد يعرفك لازم يفور دم. ولعلمك بقى، انا من اللحظه دي مش هتنزل عن حقي تاني ابدا. مفيش اكتر من النسوان في البلد. تقول ايه بقى يا باشا؟ تقول ايه؟ القلب ما يريد يا باشا. طب خده وديه في الحجز لغايه لما احتاجه. يلا. اهلا 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 يا مريم. ازيك يا مريم؟ معلش ما عرفتش ارحب بيكي كويس. اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ أنا عايز أسألك سؤال واحد وتجاوبني عليه بصراحة، أنت لسه بتحبني؟ يعني عندك استعداد تتجوزني؟ ما أنت عارفة أنا متجوز سهر. أنا ماليش دعوة بسهر، أنا بسألك عندك استعداد تتجوزني؟ دلوقتي يا سهر. مش متنيله ومروحه، افتح الباب ده عشان هفتح نافوخه. بقول لك رواحي. مش مروحه، افتح. وكمان قاعدين لي في الضلمه يا اختي، ايه اللي جابك هنا؟ شغل نافق بقى يا حبيبتي. بقى دي عمايل ولاد الاصول؟ ده انت ما حصلتيش ولاد الشوارع. عيب يا سهر، ما تغلطيش في صاحبتك. صاحبتي؟ شلها يا صاحبتي، انت وصاحبتي قاعدين في الضلمه وتقولي صاحبتي. هدي اعصابك، مش تعرفي الاول الحقيقه؟ ما الحقيقه يا اختي واضحه زي الشمس. جايب لها الخمره بتاعتي كمان. وريني يا اختي لابسه ايه، لا تكوني لابسه هدومي ورثاني بالحقيقه. بلاش شغل حواري وبطلي قله ادب. قله ادب؟ بقى انا اللي بقوله قله ادب واللي بتعمله جوه مش قله ادب. احب اقدم لك حسام جوزي. يا نهار ابوكوا اسود، عملتها يا ابن الكلب. تتجوز عليا يا دول؟ سيبيه يا متوحشه، حقينك متشرده. طلعها يا حسام، طلعها دلوقتي حالا. يطلع
الدنيا انت العادي. لا يا حبيبتي، انا ما طلبتش الطلاق وقاعد على قلبكم لطالون، واخسرها في كتتكم دي اوعى من وشي. الهي ما تقوم لك قومه الليله دي، يا رب تبقى ليله سودا على دماغتكم. كم البلا صار صار، ما تزعليش، انا هعوضك عن الليله دي. برضو بحبك. أعوذ بالله، بس انت عجبتيني قوي. ايوه كده، اوعي تباني ضعيفه قدامها ابدا. تديكي كلمه تديها عشره. كلب انت والعقربه مريم. برضه بنت امي ما انا سايباك كل الليله دي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصالون ده هنا؟ صالون ايه؟ مين اللي جاب الاكل ده؟ وايه ازازه الخمره دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ودخلتي هنا ازاي؟ من بابها يا حبيبي. نسيت اني مراتك ولا ايه؟ من حقي اعيش معاك في الشقه دي. تعيشي؟ تعيشي فين؟ الشقه ما فيهاش غير اوضه نوم واحده. اطمن يا عصفوره قلبي، اشتريت اوضه نوم جديده وفرشتها بدل الصالون. لا انا لا يمكن اعيش معاها في شقه واحده. مش الكلام ده بقى قدام عشان ما تبقيش ضعيفه. خلاص احنا داخلين ننام. تصبح على خير. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه اللي انا عامله ده كله؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مولع عليك شمعه، مش عاجبك الشمعه ولا ايه؟ انا خلاص اتعشيت، ما اقدرش اتعشى مرتين. اسمعي على خير. لا يا روحي، هتتعشى وهتاكل وهتقعد وهترفع الازازه دي. لا بقى، عيب كده، عيب. انا عروسه ولسه في شهر العسل، وحسام من حقي انا لوحدي لمده شهر. ايوه احنا عروسه عرايس، وانا من حقها وهي من حقي، قصدي من حقنا احنا الاثنين. بقول لك ايه، انا يا قاتل يا مقتول الليله دي، لو ما اترزعتش هنا وطفحت الطفح ده وشربت الازازه دي ودخلت اتخمدت جوه معايا هصور قتيل. انا بنتي 60 كلب شرانيه، ما فرش في حقي ابدا، فاهم؟ وانا كمان مش هفر. طيب طيب، انا عندي حل. ايه هو؟ بلاش انت الليله دي يا سهر، وانا هعوضك بليله زياده. الليله وانا كمان الليله. ايه يا جماعه، ده انتوا اصحاب، فين الصداقه؟ هي اللي ابتديت. لا انت اللي ابتديتي. لا انت اللي ابتديتي. لا يا سهر. طيب انت اللي ابتديتي. طيب طيب، انا عندي حل. نبتدي من اول وجديد، كل واحده فيكم ليله. انا ما تكفنيش ليله، انا عايزه اليوم من اوله. يعني ايه ان شاء الله؟ بلاش اشتغل؟ يعني تخرج من شغلك تقعد معايا لحد تاني يوم الصبح. انا موافق. نبتدي بمين؟ انا. لا انا. لا انا بقى. لا انا. انا يا سهر. انا الاول. بس بقى خلاص. نعمل قرعه. Mm-hmm.
حدش يقرب مني. انا من حقي يوم اجازه اقضيه زي ما انا عاوز، انام في الصاله، انام في المطبخ، انا حر، وانتوا الاثنين تخدموني من غير ما واحده فيكم تلمسني، مفهوم؟ اتفضلوا بقى حلو عن سمايا، انا هنام. ولما اصحى الاقيكم محضرين للاكل. يلا يا اختي مستنيه ايه؟ يلا قدامي. مش فاضي، ورايا شغل. ايوه ورايا شغل، مش فاضي. نعم الباشا وصل يا سعاده الباشا. مدير الامن. مدير امن اللوكاندا؟ لوكاندا ايه يا سعاده الباشا؟ بقول لك الباشا مدير الامن وصل وناوي يعمل تفتيش. تمام يا فندم. هو ايه اللي تمام؟ انت ايه اللي جرالك يا شيخ حسام؟ كل ما اسال عليك يقولوا لي ده في اجازه. اجازه جواز يا فندم. بالذمه ده وقته. انت مش داري ايه اللي بيحصل في البلد؟ ولا مستني لما تفرقع كلها؟ انت ضابط مباحث، عارف يعني ايه ضابط مباحث؟ عارف يا فندم. لا ما انتش عارف. لو كنت عارف ما كنتش اتجوزت دلوقتي. ضابط المباحث لازم يكون يقظ، نشط، مخه شغال. شغال يا فندم. وانت يا سيدي؟ انا مش عاجبني احوال القسم بتاعك. عيشتك لو ما جيتش بدري النهارده. ما كنت طول عمرك. بعدين بعدين. ايه؟ في ايه يا ولد؟ لا 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 مفيش حاجة بقى. انت اتكلم في ايه؟ اصل المدام بتاعت سيادة المقدم كانت على التليفون يا فندم. وكمان مش سايباك تشوف شغلك؟ لا 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 انا ما يعجبنيش الحال ده. ضابط المباحث عندي لازم يكون يقظ، نشط، مخه عمال. شغال يا فندم. شغال عمال اهو كل واحد. ما علينا. وانت هتمامور؟ نعم يا فندم. انت عندك كم واحد في السجن ده؟ ثلاثة بس يا فندم. ثلاثة؟ ثلاثة؟ اسم طويل عريض زي ده ما فيهش غير ثلاثة مساجين؟ طبعا ما انتوش شايفين شغلكم، قاعدين زي تنابلة وسايبين المجرمين على كيفهم يبرحوا في البلد. خلوهم ايه يا فندم؟ بالذمة ما انتش مكسوف من نفسك يا حضرة المأمور، ولا انت عريس جديد زي رئيس المباحث بتاعك؟ لا يا فندم انا طلقت من زمان. يعني فاضي؟ طب لما انت فاضي امال الحجز بتاعك مش مليان مساجين ليه؟ البيت يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم. تمام يا فندم. تحت امرك يا فندم. اموري يا فندم. عارفه انا نفسي في ايه؟ طاجن قلقاس في الكوارع يا فندم. ولعتوش. غريبة أوي. طب معلش يا حبيبي. شغل التلفزيون ده تلاقي السلوك ملمسه. انا خايف يا حسام. وانا كمان. كمان ايه؟ ايه ده يا حبيبي؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ دلوقتي هو نعم مين؟ عاوز ايه؟
ما وصلتش ازاي؟ دي نزلت بقالها ساعة. يمكن العربية عطلت يا أخي. طيب لما توصل ابقى كلمني. في إيه يا حسام؟ ده مدير الأوتيل بيسأل على سهر، أصلها لسه ما وصلتش. تلاقيها دايرة على حل شعرها. بص بقى، أنا كنت بسمعها بتكلم رجالة كتير. أنا مش فاهمة إزاي تتجوز واحدة شوارعية بالشكل ده. أنت لازم تطلقها يا حبيبي. يا سهر! دوق بقى وقول لي. كمان شوية كمان شوية. حاضر. احكي بالصحة والهنا. عايزك تخلص الأكل كله يا حبيبي. طب خلي أنت شوية كل. شوربه جميله قوي، تسلم ايديك. مطرح ما يسري يمري. كمان مش شايفه قدامي. مش هتبوسني؟ اديني بوسه. لا لا صنطر. اديني بوسه اهي. طيب واحد واحد صنطر كده. استنى انا مش هنعرف نبوس بعض غير لما نستنى. قوم 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 قوم. نامت عليك حيطه منك. لو في ايه يا حبيبتي؟ في ايه ايه؟ مش كنت نايم انت؟ آه. امبارح ايه اللي جابك هنا؟ اه صحيح، انا ايه اللي جابني هنا؟
هي العقربه اللي جابتك لحد هنا. بلاش جر الشكل ده يا برده يا غلطه، مش طايق سابك وجينا مع عندي. وعليا النعمه العفريت الزرق في الضغط في وشي، ممكن اقطعك النهارده. ليه؟ قوم اصحى انت وهي. انا قايم رايح الشغل. اوعي اوعي. شغل؟ شغل ايه؟ روحي الاوضه. اسود تنامي وتقومي على حسرتك يا سهر. يا شماته الاعادي فيكي وحياه امي ما انا مفوتها لك. ايه لسه ما جاتش ولا باين لها اصلا؟ افتكرتها في المكتب؟ مفيش حد بيرد خالص. ولا في البيت؟ ما عنديش تليفونه. وبعدين يا رجاله الجلسه قربت تبدا. افتح الباب يا سهر، انا لازم اروح المحكمه. انت يا مجنونه، الحاجات دي ما فيهاش هزار. الراجل هيحكموا عليه النهارده. يا بابا الو يا مجنونه. يا اختي افتحي، الراجل هيروح في داهيه. افتحي بقى يا سهر. افتحي يا حماره، انت جبانه يا حيوانه. افتحي خلي عقلك. جاب الحراره في الخط المقسم الرقل سمسم تضحك له يتبسم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ثابت ابراهيم جرجاوي بالاعدام شنقل. ايوه. ايه يا مريم؟ مالك؟ ايه؟ طب اوعي تفتح الباب، انا جاي على طول. يا فتحي. ايه يا ابني؟ تمام. مش هسيب طارق لما اقتلها. تقتل مين يا صايع؟ صايع روح امرك. مين عاوز الاسم؟ قلبينك في الاسم. انا من ساعه ما قعدت على مكتبك ومفيش بلاغ جالنا لاي حاجه. يعني عفريت ازرق اللي اتصل بيا يا فتحي؟ لا، تلاقي حد بس بيهزر معاك. ومين اللي هيهزر معايا في ساعه زي دي؟ ما هي دي بقى ساعه الهزار. يعني ايه؟ هو النهارده يوم مين؟ يوم سهر. كان مزاجي عالي قوي لغايه لما جالي التليفون النحس ده. خلاص تبقى بانت مريم هي اللي اتصلت. طبعا هتعملي لي نايمه. قوم يا ست هانم. حسام ايه اللي رجعك يا حبيبي؟ انت مش قلت انك هتبات عند سهر؟ هو كمان يا مريم الهزار وصل للشغل؟ زمايلي يقولوا عليا ايه دلوقتي؟ خايف من زمايلك ولا خايف منها؟ خاف منها ليه؟ انت عارفه انا مش عاوز مشاكل، عاوز ابعدها عنك. خلاص يا حبيبي، وانا بعدتها عني الليله وعنك انت كمان، خليها بقى تبات لوحدها. ما اقدرش يا حبيبتي اسيبها تبات لوحدها مهما كان مراتي. يا سلام، يعني هي مراتك وانا مش مراتك؟ يعني ما يهونش عليك تسيبها لوحدها ويهون عليك تسيبني انا لوحدي؟ يعني ايه بقى، بتحبها اكتر مني؟ يا حبيبتي صدقيني الفكرة اللي في دماغك دي غلط. خلاص صلح لي الفكرة. الله الله الله، كنت عارفة ان التليفون ده اوانت عشان تيجي تبات في حضنها. احلفلك بايه، انا ماليش دخل بالموضوع ده. انت ايه اللي جابك هنا؟
واحد مش عايزك مش طايقك سابك وجالي انا. يا غلسة خلي عندك شوية كرامة. كرامة؟ ما كان نايم في حضن مراته وحبيبته وجيتش لتشطيه. اللي اختشوا ماتوا يا اختي. يا ناس بطلوا بقى اللي بتعملوه ده وخلينا نخلص من وجع القلب. يلا حبيبي قدامي يا بابا، بيتك بيتك يا حبيبي. عن اذنك يا مريم. عن اذنك يا مريم. خليك يا اخوي خليك، مش وراه ده الدلدول. اقلع 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 اقلع، نسمم الاول بعدين نبقى نقلع. بقول لك ايه، ما تعفرطنيش، انا العفريت الزق بتتنطط في وشي. اقلع. وايه البوت اللي انت لابسها دي؟ مزاجي بقى انام بالبوت. مفيش مزاج. يما القمر على الباب نور اناديله، يما ارد الباب ولا انا اديله، انا اديله اما يما. ايوه اما يما. ايوه أمه أيوه أمه أيوه. أيوه يا فندم. يا فندم احنا بنحاول نتصل بيه في البيت محدش بيرد. خلاص يا فندم انا هروح له بنفسي. ايوه فتحي عزيزي. انت فين يا اخي دوختنا، عمالين نتصل بيك من الصبح محدش بيرد. انا كنت بره اصلي. في ايه؟ الباشا مدير الامن قالب عليك التانية وعايزك دلوقتي حالا. دلوقتي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي دلوقتي، يظهر في حاجات جديده حصلت. طب روح انت انا هحصلك. بس ما تتاخرش. سمعت كل حاجه ومفيش نزول للادي. يا قاتل يا مقتول. الباشا مدير الامن عاوزني. الباشا مش عايزك يا حبيبي، ده ملعوب من العقربه اللي اسمها مريم. يعني انت ما سمعتيش فتحي وهو بيقول؟ كله اوان انت متفقين مع بعض زي ملعوب التليفون، عايزه تبيتني بحضرتي اللي لازم ده بعدها. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك لو نزلت من هنا مش هتنزل على رجلك، هتنزل على ظهرك. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي مش فاضيين. يعني ايه رحت وبلغته؟ امال ما جاش معاك ليه يا حضره الضابط؟ يا فندم هو قال لي انه جاي ورايا في السكه. اصل يا فندم كان في وضع مش ظريف. معناها ايه كان في وضع مش ظريف؟ يا سعاده الباشا واحد وفي بيته في ساعه زي دي هيبقى بيعمل ايه يا باشا؟ وعلى العموم هو زمانه جاي في السكه. هو ساكن فين؟ ساكن في جليمه باشا وفي الابراهيميه. يعني ايه مش فاهم، حدد. ساكن في الاثنين يا باشا، عنده بيتين. ليه؟ هو غني للدرجه دي؟ لا يا باشا مش غني ولا حاجه. هو سعادتك عنده بيت ومراته الثانيه عندها بيت. ليه؟ متجوز اثنين؟ ايوه يا باشا، متجوز اثنين. والليله دي بقى ليله مراته الثانيه. ده ليلته سودة، وده هيشوف شغله ازاي ده. خد قوة معاك وروحوا هاتوه زي ما تلاقوه بسرعة. تاني يا فتحي. عايز ايه يا فتحي؟ ما قلت لك جاي. المرة دي بقى اخويا غصب عني جاية من فوق. مدير الامن عايزك زي ما انت كده. لا ما انا داير حال. لا مفيش لبس، خدوه. مش يعني ايه يا فتحي؟ هو كده يعني ايه يا فتحي اللي بتقوله ده؟ عايزك كده فتحي. لا انا مش عايزك كده يا فتحي، هو عايزك كده. تمام يا فندم. ايه ده؟ انت ازاي يا فندم تدخل عليا مكتبي بالمنظر ده؟ ما انا يا فندم قلت لهم البس حاجه، قالوا سيادتك امرت يجيبوني زي ما انا. لانك ظابط مستهتر.
تحترمش الاوامر. انت مش رحت له يا فتحي؟ ايوه يا فندم رحت له، بس الظاهر ساعتها كانت عنده ظروف تمنعه انه يجي. ظروف؟ ظروف ايه اللي تمنعه عن شغله؟ كلنا عندنا ظروف، لكن الشغل شغل. انا اسف يا فندم. انا المره دي هكتفي بايقافك عن العمل وتحويلك للتحقيق. الجاي لي بالملايه قال. افتح الملايه دي. اهو ده اخر هزار النسوان والمسخره. اخرتها انا توقف شهر عن العمل. ايه عايزين تضيعوا مستقبلي؟ مش بعيد ابدا النشره اللي جايه، طلعوني معاش. طب وانا مالي؟ هي السبب. لا انت السبب. بس! من كاتب انت وهي. ومن هنا ورايح كل واحده تلزم حدودها، كفايه بقى. واذا كان مش عاجبكم اتفضلوا. يلا عشان استريح. هتطلقوا انتوا الاثنين، سامعين؟ مريم، مريم مالك حبيبتي؟ مريم طب بورت منك لها، انا عارفه الشغل ده ايه، ده سهواكة. طب روحي اطلبي لها دكتور بسرعه. دكتور لما يلهفها. عندها ايه يا دكتور؟ خير ان شاء الله، يظهر المدام حامل. مبروك حبيبتي. مبروك علينا احنا الاثنين يا حبيبتي. خير يا دكتور؟ مدام سهر، انا مش عارف اقول لك ايه. لا قول قول ولا يهمك. في الواقع كل شيء بإرادة ربنا. يعني ايه؟ يعني بعد الفحص والتحاليل والارتراساون اللي احنا عملناها، للاسف الحمل هيكون شيء مستحيل. ده ما بقاش في اي حاجه مستحيل دلوقتي في الحمل. في الحقيقه انت الرحم بتاعك من النوع الطفيلي، وده نوع من الارحام مستحيل ان يحدث الحمل فيه. يعني عمري ما هخلف؟ للأسف أيوه. طب أعمل طفل أنابيب؟ ده برضه هيبقى صعب جدا. يعني عمري ما هبقى أم. Thank you.
الحمد لله. انتي تعرفيني اكتر من نفسك. انتي مين؟ شفتي قد ايه سهل الواحد ممكن يروح من الدنيا ويرجع لها تاني. ما تتكلميش كتير يا حبيبتي، انتي تعبانة. أنا عملت حادثة. ها؟ الحمد لله، جت سليمة. ايه؟ عاملة ايه؟ لا لا الحمد لله، بقينا أحسن من الأول بكتير. انتي كتب لك عمر جديد. تقدري بقى يا مدام مريم تريحيلك شوية، دي كانت قلقانة عليكي خالص، واضح إنها بتعزك. على إذنكم، يلا. بعزها، دي أختي وأكتر من أختي، أنا مش عايزاكي تزعلي مني يا سهر. يعني أنتِ مش زعلانة مني يا مريم؟ تعرفي ان الدنيا دي كلها ما تستاهلش اللي كنا بنعمله في بعض. انا كنت هضيع في ثانيه. ما تشر عليكي، ما تقوليش كده. كنت هتزعلي عليا. انا كنت مستعده اديكي بعمري. انا كنت هتجنن لما حسام كلمني وقال لي انك عملتي حد. ما تتصوريش انا بحبك قد ايه. فاكره يا مريم، فاكره لما كنا عايشين مع بعض قبل ما نتجوز؟ كنا اسعد اتنين، ما كناش من على أي حاجة، حتى على نفسنا. أيوة فاكرة، كانت أجمل أيام في حياتي. فاكرة لما كنت بقول لك يا ريت نتجوز ونعيش مع بعض؟ بس أنتِ طبعاً ما كنتيش تقصدي إننا إحنا الاتنين ممكن نتجوز نفس الشخص. ولا كنت أتصور إن إحنا ممكن نبقى ضراير في يوم من الأيام. ليه يا سهر عملنا كده؟ ليه يا مريم عملنا كده؟ صداقتنا كانت جميلة وأيامنا كانت حلوة. صداقتنا كانت جميلة وأيامنا كانت حلوة. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص بيها شكرا. إيه هلا ازيك يا حبيبتي النهارده؟ الحمد لله. على فكره الدكتور قال لي انك ممكن تخرجي بكره. حسام. نعم. عايز اتكلم معاك. خير يا حبيبتي؟ الحياه اللي احنا عايشينها دي غلط. غلط؟ ايوه، الحادثه اللي حصلت لي فوقتني، خلتني اتاكد ان احنا التلاته مش ممكن نعيش مع بعض. احنا في ايه ولا في ايه؟ ده وقت كلام زي ده برضه؟ لا يا حسام، الحمد لله ان مريم مش معانا. لازم اتكلم معاك، لازم اخرج من المستشفى وبالي مستريح. انا مش فاهم انت عاوزه ايه. لازم تعيش مع واحده بس. يعني ايه؟ زي ما بقول مش موافق. ليه مش موافق؟ لاني ما اقدرش استغنى عنك. انا لما عرفتكم عرفتكم مع بعض وحبيتكم انتوا الاثنين.
انا ما اقدرش اتصور حياتي من غير واحده فيكم. محدش يقدر يحب اتنين، ده غلط، وانا مش عايزه اكمل حياتي واعيش في الغلط. لكن مريم صاحبتك انت ما شفتيهاش كانت زعلانه عليكي قد ايه؟ صدقيني بتحبك قوي. انا كمان بحبها قوي، عشان كده لازم واحده فينا تضحي عشان خاطر التانيه. هي قبل كده ضحت عشاني، جت دور عليا عشان اضحي عشان خاطرها. انت لازم تطلقني. اشمعنى اطلقك انت؟ عشان مريم محتاجه لك اكتر مني، اللي في بطنها محتاج لاب. لكن انا عمري ما هفعل. بعدين انا اقدر استحمل اعيش لوحدي. يو انا استحملت. عايزه اقول لك على حاجه، صدقني عمري في حياتي ما حبيت حد قدك انت ومريم. سعادتكم هي سعادتي. نعم يا حبيبتي. انت متضايق انك طلقت سهر؟ لا يا حبيبتي، تصبح على خير. امال مش عارف تنام ليه؟ هنام. بقولك ايه، ما تيجي كده نروح نقضي كام يوم في اي حته. احنا ما عملناش شهر عسل. هنعمل شهر عسل وانت حامل؟ طب وماله، او نبتدي من جديد، يمكن نعوض الايام اللي فاتت. هنروح فين؟ اي حته حبيبي نكون فيها لوحدينا. ما احنا خلاص بقينا لوحدنا. ايه يا حسام، عماله نادي عليك ما بتردش ليه؟ في حاجة حبيبتي؟ مالك يا حسام؟ كنت سرحان شوية. سرحان في ايه بقى؟ ولا حاجة. طب انا جهزت لك الأكل، مش هتاكل؟ لا ماليش نفس دلوقتي. أنا كمان ماليش نفس. مش عارفة ليه أنا زهقت. ما تيجي نرجع البيت. أنا أصلي عندي قضية مهمة. أنا كمان عندي شغل. جهزي نفسك عشان نرجع على طول. الله، ايه يا حسام انت خارج؟ اه حبيبتي عندي شغل. شغلي؟ انت مش خلصت شغل النهارده؟ وانا شغلي ليه مواعيد. السلام عليكم. وعليكم. الو. ايوه يا علي، سهر عندك؟ طيب لما تخلص النمره بتاعتها قولي لها انا جايلها في السكه. يلا باي. عايز تقول ايه يا حسام؟ انا سامعاك. من يوم ما سيبنا بعض وانا مش عارف اعيش. حياتي ما بقالهاش طعم، فاضيه. المطلوب مني ايه دلوقتي؟ انت عارفه كويس الموضوع ده انتهى خلاص، كل حاجة راحت لحالها، مفيش داعي نفتحه تاني. أنا مستعد أنفذ أي طلبات. ملياش غير طلب واحد، نرجع أصدقاء زي ما كنا. ما عنديش استعداد أخسر صاحبتي تاني. أنا فكرت في حل ممكن يريحك. إحنا نتجوز تاني من غير مريم ما تعرف. تفتكر النهارده بوضع زي ده؟ بقى بعد ما كنت مراتك قدام الناس وقدام صاحبتي، عايزني ابقى مراتك في السر؟ عشان ايه ده كله؟ اذا كنت انا رفضت جوازك. خلاص، اذا كان الجواز مضايقك خلينا مع بعض كده من غير جواز. يعني ايه؟ يعني تفضل علاقتنا وبلاش الجواز. يعني ترافقني مش كده؟ سهر،
انا حاولت كتير بس ما قدرتش. صدقيني مش قادر استغنى عنك، محتاج لك باي شكل من الاشكال. لا انت مش محتاج لي، انت عايز تنام معايا بس. انا مجرد جسم جميل هتاخد مزاجك منه وخلاص. ارجوكي ما تفهمنيش غلط. لا لا لا، ده انا فاهمك كويس جدا، بس للاسف فهمتك متاخر. لدرجاتي كنت رخيصه في نظرك. ما تتكلمش تاني معايا في الموضوع ده ابدا. دلوقتي ليه يا حبيبتي؟ كنت قلقانة عليك. قلقانة على ايه؟ سألت عليك في الاسم، قالوا لي انك ما رحتش. كنت في مأمورية وبعد كده رحت اجتماع في مديرية الأمن. انت كذاب يا حسين. ايه اللي بتقوليه ده؟ وغشاش كمان. انا ما اسمحلكيش. الليلة دي بس فهمت حقيقتك. مش فاهم حاجة. بس أنا فاهمة كل حاجة. أنت كنت عند سهر بتعمل إيه؟ أنا ما روحتش لسهر، وبطلي غيرة بقى، أهي سابت لك كل حاجة. للأسف سهر ما سابتليش حاجة تستاهل. ما سابتليش غير زوج أناني، ما عندوش قيم ولا أخلاق. كل اللي يهمه إنه يرضي نفسه بأي وضع وبأي طريقة. وعشان ترتاح بقى وتبطل كذب، أنا سمعت كل كلمة بينك وبين سهر. سمعت إزاي؟ هي قالت لك؟ سهر ما تعملش كده لأنها مش حقيرة. أنا كنت رايحة لها وشفتك عندها. وسمعت كل كلمة بينك وبينها. أنت أصلك مش فاهمة حاجة. أنا سهر صعبان عليا. أنت اللي صعبان عليا. حسام، أنت زي ما طلقت سهر لازم تطلقني. انت نسيتي اللي في بطنك؟ لا مش ناسيه، ولا هقدر كمان انسى حبي ليك. لكن انا نيتك ضيعت علينا حاجات حلوه كتير. افتكرت انك شهريار لما لقيتني بتخانق عليك انا وسهر، ورديت غرورك على حسب مشاعرنا، ضيعت صداقة العمر اللي بيني وبينها. احنا الاتنين افتكرنا ان احتياجنا الراجل اهم بكتير من صداقتنا لبعض. طول عمري احلم براجل احب وعايش معاه احلى قصة حب في الدنيا، وسهر كمان طول عمرها بتحلم براجل يحميها من الحياة الصعبة اللي عاشتها. لكن للأسف لا قدرت تعيشني قصة الحب الجميلة، ولا قدرت تحمي سهر. حسام اللي بيعوز من الدنيا كل حاجة بيخسر كل حاجة.